أعلن الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن المركز بصدد إطلاق برنامج تدريبي طموح ومتميز بهدف تأهيل قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم البحثية والتطبيقية والابتكارية. أوضح الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أن البرنامج التدريبي يأتي تفاعلا وتنفيذا لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإطلاق برنامج فرص والذي تشرف عليه وزارة شؤون الشباب والرياضة كأحد مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي في مملكة البحرين استجابة، وذلك عن طريق تقديم المنح والفرص التدريبية للشباب البحريني في العديد من الشركات والمؤسسات. أضاف رئيس مجلس الأمناء إن البرنامج التدريبي سوف يركز على تأهيل القدرات في مجال البحث العلمي والرصد والتحليل واستطلاع الرأي بما يسهم في صقل مهارات الشباب وتنميتهم معرفيا وعلميا ويؤهلهم للالتحاق بفرص أفضل وأكثر بسوق العمل، مبينا أن الشباب هم عصب أي مجتمع والمحرك للتقدم والبناء والطرف الفاعل في معادلة صناعة المستقبل الواعد.